السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي مفازة سيد، أنا طالبة في جبريل انترناشونال سكول في الصف الرابع البداية. أريد أقرأ عليكم حديثا نبويا شريفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على جمي ولا لعجمي على عربي، كلكم من آدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله يتقاكم. جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجم، أنا طالبة في جبريل انترناشونال سكول في الصف الخامس البداية. أريد أقرأ عليكم آيات من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.